الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين حديثنا في باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث من الكافي الشريف ذكرنا في الحلقة الماضية الفرق بين الرسول والنبي وفي أحاديث هذا الباب تكمل لأحاديث الباب السابق يعني إضافة إلى بيان الفرق بين الرسول والنبي يضاف الفرق بينهما وبين المحدث النبوة منصب إلهي وكثير من الأنبياء ليسوا رسلا، وإنما بعض الأنبياء رسل. يحيى كان نبيا ولم يكن رسولا. عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام في المهد كان نبيا: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولكن بعد ذلك صار رسولا. في سن السابعة أو التاسعة، ومحمد رسول الله صلى الله عليه واله إلى قبل الأربعين من عمره الشريف، كان نبياً. وفي الأربعين من عمره بعثه الله فصار رسولاً. البعض يتصور أن النبوة جاءت لرسول الله صلى الله عليه واله وعمره أربعون عاما. كلا هذه كانت الرسالة يعني أمر بتبليغ الناس وهدايتهم وبيان الوحي الإلهي الذي نزل عليه ليقرأه عليهم. هذا كان حينما بلغ من العمر أربعين عاما. لكن قبل ذلك كان نبيا بل خلق نبيا لان الله سبحانه وتعالى في بدايه الخلق خلق نورا من عظمته ومن ذلك النور خلق محمدا وعليا وفاطمه والحسن والحسين والأئمة عليهم الصلاة والسلام فحينما خلقه وكان نورا حين ذاك خلقه نبيا هذه مرحله ما قبل هذه الدنيا وخلق هذه الدنيا وفي حديث شريف كنت نبيا وادم بين الطين والماء طبعا تفاصيل خلقهم هذا سياتي ان شاء الله في باب وفي كتاب الايمان والكفر، وفي باب طينة المؤمنين وطينة الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام وكيفية خلقها، لذا نترك الحديث في هذا الجانب إلى ذلك الوقت إن شاء الله تعالى. المقصود أنه الرسول صلى الله عليه واله قبل أن يولد في هذه الدنيا حينما خلقه الله سبحانه وتعالى قبل الخلق كان نبيا. فلذا حينما ولد قبل البعثة بأربعين عام عاما كان نبيا، فهنا اكو بحث ان رسول الله صلى الله عليه واله محمدا قبل ان يبعث كان ملتزم باي شريعة. أكل بعض من منتحلي الاسلام والعياذ بالله يقولون كان كافرا وهذه الآية بشكل خاطئ يفسروها ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى قالوا كان ضالا حتى البعض منهم كانوا يقولون انه كان مشركا والعياذ بالله والعياذ بالله كبرت كلمة تخرج من أفواههم بل الصحيح انه كان مسلما لله سبحانه وتعالى وعلى شريعه. زين شنو هذه الشريعه؟ البعض يقول نفس الشريعه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه واله بعد بعثته هو قبل البعثه اوحاها الله سبحانه وتعالى اليه فكان يعمل على طبق تلك الشريعه. البعض الاخر يقول لا وانما كان على شريعه ابراهيم. على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لأن شريعة إبراهيم طبعا شريعة إبراهيم غير ملة إبراهيم ملة إبراهيم هي في الاعتقادات والأخلاقيات وأصول الشريعة هذه كانت ملة جميع الأنبياء وإنما نسبت إلى إبراهيم لأنه كان شاخصا فيها إن الدين عند الله الإسلام من آدم إلى النبي محمد كلهم كانوا على ملة إبراهيم يعني على التوحيد الخالص الحنيفية الخالصة هذه بالنسبة إلى جانب الاعتقادات والأخلاقيات وأصول الشريعة لكن بالنسبة إلى شريعة إبراهيم هذه الشريعة نسخت بعد بعثة موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ولكن نسخها لم يكن للجميع وإنما نسخها كان لعامة الناس وتم هناك استثناء البعض الشريعة إبراهيم لم تنسخ بالنسبة إليهم ومن ذلك البعض آباء النبي صلى الله عليه وآله كانوا موحدين حسب ما في الروايات الصحيحة الصريحة ولم يكونوا كفارا وكانوا على شريعه ابراهيم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام، يعني بالنسبه الى هؤلاء لم تكن قد نسخت. وبعدين شريعه موسى عندما نسخت وجاءت شريعه عيسى. جميع من في الارض كان عليه ان يتبع شريعه عيسى، لكن اباء النبي صلى الله عليه واله بالنسبه اليهم كان المفروض أن يتبعوا شريعة إبراهيم، وبالفعل هم كانوا تبعاً لشريعة إبراهيم إلى عبد الله عليه السلام وإلى أبي طالب، كانوا مسلمين موحدين على شريعة إبراهيم، فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله، نسخت شريعة عيسى ونسخت شريعة إبراهيم بالنسبة للجميع. اما ملة ابراهيم المرتبطه بالعقائد فهذه هي مله جميع الانبياء ولم يحتمل النسخ فيها. فاذا القول الاخر يقول ان النبي كان على شريعه ابراهيم، طبعا هنا يجي سؤال وهو انه هل يعني النبي محمد صلى الله عليه واله كان تابعا لابراهيم؟ وكيف يكون الافضل تابعا للمفضول؟ هذا عقلا قبيح ان يؤمر الافضل بان يتبع المفضول، ونحن نعتقد ان محمدا صلى الله عليه واله هو افضل جميع الانبياء، فكيف كان مامورا باتباع شريعه ابراهيم؟ ومعنى ذلك انه الافضل يكون تابع للمفضول. هنا العلامه المجلسي في مراه الحقول يذكر بحثا وحاصل ذلك البحث انه يمكن ان يقال ان شريعه ابراهيم كما اوحيت الى ابراهيم نفس الشريعه اوحيت الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله قبل بعثته فهو ما كان تابع له شريعه ابراهيم وانما الشريعه مرتان نزلت مره نزلت على ابراهيم وابراهيم بلغها وكان على الناس اتباعها قبل نسخها ومرة أخرى نزلت على محمد صلى الله عليه وآله وهو كان يعمل بتلك الشريعة لا إتباعاً لابراهيم ولو أن تلك الشريعة كانت متطابقة مع شريعة ابراهيم زين فرسول الله محمد صلى الله عليه وآله قبل البعثة كان نبياً لكن ما كان مأمور بالتبليغ ما كان يبلغ لأنه لم يكن رسولاً إلى أن بلغ الأربعين في غار حراء الله سبحانه وتعالى أنزل عليه جبرائيل اقرأ باسم ربك الذي خلق وأمره بأن يبلغ بدأت رسالته في البداية دائرة التبليغ كانت ضيقة حسب التدريج آمن به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وخديجة ثم بعد ذلك أضيف آخرون إلى أن نزلت الآية في السنة الثالثة من البعثة وأنذر عشيرتك الأقربين فرسول الله صلى الله عليه وآله بدأ بتبليغ أقربائه في القضية المعروفة التي جمعهم على مائدة و بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى لأقربائه ثم بعد ذلك أمر بأن يوسع دائرة التبليغ إلى مكة ثم بعد ذلك أمر بأن يبلغ العالم أجمع وما أرسلناك إلا كافة للناس إذا كافة بمعنى الجميع هنا وأيضا آيات أخرى تدل على ان الرسول صلى الله عليه واله بعث لشرق الارض وغربها. فاذا احنا عندنا رسول وعندنا نبي وعندنا محدث. الرسول الله سبحانه وتعالى يوحي اليه ويرى الملك جبرائيل ويسمع صوت الملك يعني رسول الله صلى الله عليه واله تارة الله سبحانه وتعالى مباشرة كان يوحي إليه وتارة كان يوحي إليه بواسطة جبرائيل فكان يرى جبرائيل ويستمع إلى صوته. النبي لا تجتمع له الرؤيا والسماع النبي غير الرسول يعني يرى جبرائيل لكن لا يسمع صوته حينما يراه. وحينما يسمع صوته لا يراه هذا من الفروق بين النبي وبين الرسول زين المحدث شنو هو المحدث هو الشخص الذي ليس بنبي مو نبي لكن الملائكة تحدثه وحين التحديث لا يرى الملائكة لكن حينما ساكت يراها مثلا بالنسبة إلى مريم عليها السلام واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. زين مريم هل كانت نبيا؟ لا، لم تكن نبيا. وانما كانت محدثة الملائكة تتكلم معها. رأت جبرائيل فتمثل لها بشرا سويا. فهي كانت ترى جبرائيل حينما لم يكن يتكلم. لكن حينما كان يتكلم لم تكن تراه. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. زين فالمحدث هو الذي ليس بنبي ولا برسول لكنه يستمع الى كلام الملائكه. وحينما لا يتكلمون يراهم أيضا. فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت محدثة، من صفات الزهراء المحدثة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بعض الملائكة أن يأتوا ويحدثوا فاطمة سلام الله عليها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. كانوا يحدثونها ومصحف فاطمه اللي مذكور في الروايات هذا كان تحديث الملائكه لفاطمه وكان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يكتب ذلك وهذا الكتاب فيه اخبار ليس فيه احكام احنا عندنا كتاب علي وعندنا مصحف فاطمة كتاب علي من إملاء الرسول صلى الله عليه وآله كان الرسول يملي وأمير المؤمنين عليه السلام يكتب الأحكام الشرعية جميع الأحكام الشرعية موجودة في كتاب علي وهذا الكتاب توارثه الأئمة وهو الآن بيد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أما مصحف فاطمة كان الملائكة يأتون ويحدثون فاطمة بالأحداث التي ستجري الله سبحانه وتعالى أمرهم بأن يحدثونها وكان أمير المؤمنين يكتب ذلك وهذا الكتاب أيضا موجود عند الأئمة طبعا هسه النواصب المخالفين يجي يهرج يقول الشيعة يقولون بوجود قرآن آخر مسمي مصحف فاطمة يستغلون الاسم مصحف فاطمة المصحف في اللغة يعني الكتاب الجامع بين الأوراق الصحف يعني أوراق هذه الأوراق إذا جمعت في مكان واحد هذا باللغة العربية يسمى المصحف سواء كان القرآن أو كان غير قرآن كل كتاب هو مصحف مثل كلمة الكتاب القرآن أطلق عليه الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه إذا إحنا نقول فلان كتب كتابا يعني نقول أنه كتب قرآنا لا كما أطلق الكتاب على القرآن أطلق المصحف على القرآن لكن إذا واحد يريد يهرج فأهل الباطل دائما يهرجون عندما تعوزهم الحجة يضطرون بأن يكون تهريجهم بالأكاذيب التي مثلا يحاولون أن يؤثروا على عوام الناس وعلى جهلتهم ففاطمة الزهراء كانت محدثة الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا محدثين كانت الملائكة تأتي بأمر من الله سبحانه وتعالى وتحدثهم يعني مثلا في ليلة القدر الآية الشريفة في سورة القدر تقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة الملائكة تنزل في ليلة القدر على ولي الله في زمان الرسول صلى الله عليه واله كانت تنزل الملائكه على رسول الله محمد صلى الله عليه واله فجميع التقديرات التي الله سبحانه وتعالى كان يقدرها هذه كانت تنزل بها الملائكه على الرسول فيخبرونه بها لانه هو الواسطه بين الارض والسماء، الله سبحانه وتعالى جعله الواسطة كما جعله الواسطة في تبليغ الاحكام، كذلك جعله الواسطة في التقديرات. يعني شلون الله سبحانه وتعالى ارسل القرآن والاحكام على الرسول انزلها عليه، والرسول هو الذي بينها في مجال التشريع، كذلك في مجال التكوين التقديرات الالهية كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه واله، وهو واسطة الله سبحانه وتعالى. في اجراء تلك التقديرات. كما في تبليغ الرساله هو واسطه كذلك في الامور التكوينيه هو واسطه. زين، بعد الرسول صلى الله عليه واله، دلت متواتر الروايات ان الملائكه ينزلون على امام ذلك الزمان، يعني في زمان امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه. وفي زمان الامام الحسن في ليله القدر ينزلون عليه، وهكذا الى هذا الزمان في ليله القدر ينزلون على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، جميع التقديرات للعام القادم الله سبحانه وتعالى يقدرها فينزلها على وليه في الأرض. فيكون الواسطة في التشريع والواسطة في التكوين بإذن الله سبحانه وتعالى. مو أنه شريك لله، لا. وإنما الله سبحانه وتعالى جعله الواسطة والله من سنتي في هذا الكون أن يجعل الأمور بالوسائط من الذي يرزق الله سبحانه وتعالى ولكن بالواسطة يعني ماكو أنه واحد قاعد في بيته من السماء تسقط عليه أموال لا الله سبحانه وتعالى يرزقه ولكن بواسطة أنه يروح يعمل يأخذ مثلا أجر العمل هذا الأجر رزق من الله ولكن بالواسطة الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق وهو قادر على أن يخلق بدون أب وأم كما خلق آدم وحواء وكما خلق عيسى بدون أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون لكن جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه يخلق عبر الأبوين إلا ما استثني لذا كل مولود يولد الله خالقه لكن جعل في خلقه الواسطه: افرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه؟ أم نحن نحن الخالقون؟ فإذا الملائكة تنزل في ليلة القدر ويخبرون الرسول في زمانه والأئمة في زمانهم بتقديرات الله سبحانه وتعالى. زين الرسول حينما يخبرونه يراهم يرى ويستمع. لكن الامام حينما يراهم لا يتكلمون وحينما يتكلمون لا يراهم هنا اكو ايه في القران وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي هذه الايه الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته الامام الصادق عليه الصلاه والسلام الامام الباقر عليه السلام في الحديث الاول من هذا الباب هكذا يقول ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث هذه الكلمة ولا محدث الإمام يذكرها بعد الآية في حديث الراوي يتصور أنه هذه كلمة المحدث من القراءة لذا يقول جعلت فداك ليست هذه في قراءتنا يعني القرآن اللي موجود بين أيدينا ليس فيه كلمة محدث وبالفعل الإمام عندما ذكر هذه الكلمة ليس بعنوان أنها من القرآن أو هذه قراءة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأنه كما هو واضح الـ هناك قراءات مختلفة وأحيانا في القراءات كلمة زيادة أو نقيصة وهذه ذكرت في كتب التفاسير يعني فلان قارئ قرأ القرآن وأضاف كلمة يقولون هو لم يضف هذه الكلمة وإنما هذه قراءته فيه هذه الكلمة. هذه كلمة أكثر في تلك القراءة الأخرى هذه الكلمة غير موجودة. فآتوهن أجورهن، هذه الآية. زين في قراءة ابن عباس كما يذكر المفسرون إلى أجل مسمى فاتوهن اجورهن، هذا الى اجل مسمى ثلاث كلمات يقولون هذه من قراءة ابن عباس مثلا. البعض هكذا يقول، يقول هذه قراءة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولكن الصحيح ان هذه ليست قراءة وانما هذا تفسير او تأويل من الإمام لبيان معنى وحقيقة الآية او تأويل الآية. مثلا حينما الامام يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي، هذا في علي مو من نص القران، حتى واحد يجي يشوف يقول زين احنا في هذه القرائين ما نشوف كلمه في علي، فشنو هو؟ الثاني يجي يقول انه هذه قراءة اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. او واحد يجي يهرج يقول انه هذا هؤلاء يقولون بتحريف القران لان هذه ال هذه الكلمه غير موجوده. كلا وانما هذه تفسير او تاويل للقران، حتى احنا الان عندما نتكلم احيانا نقرا ايه نقطع الكلام، نجيب تفسير لكلمه ثم نواصل القراءه، يعني انا عندما اتكلم اذكر بعض الايات القرانيه. زين عندما اذكر احيانا افسر كلمه او جمله بكلام مني ثم اواصل القراءة. مثلا الحمد لله رب العالمين عالم الانس وعالم الجن وعالم الحيوان الرحمن الرحيم رحيم للجميع، رحمن للجميع، رحيم للمؤمنين مالك يوم الدين القيامة اياك نعبد واياك نستعين. زين، هذه الكلمات اللي أنا ذكرتها هذه كانت تفسير او بيان للمعنى. وليس المقصود أنها جزء من القرآن وهذا أسلوب شائع حتى الخطباء والمتحدثين من المخالفين أحيانا يذكرون القرآن يقرؤون القرآن ففي وسط القراءة يفسر كلمة أو يبين معناها ثم يواصل القراءة وهذا أسلوب متعارف والأئمة عليهم الصلاة والسلام كان لهم هذا الأسلوب أيضا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، الايه تنتهي، الامام يفسر او يؤول او يبين مصداق ولا محدث الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، الان اكو اسلوب في التفسير يسموه التفسير المزجي زين يخلون الايات القرانيه بين قوسين في وسط القوس ايضا مثلا نجمه والتفسير يكون خارج القوسين. زين انت عندما تقرا باعتبار الاقواس تعلم ان هذا نص القران هذا تفسير. المتكلم كذلك يذكر ايات مشهوره وفي وسط الايات يشرحها يفسرها. قلنا هذا اسلوب شائع ومتعارف وليس بمعنى ان هذه الكلمه المضافه هي من قراءه. وكما ذكرنا فيما مضى ان القران الكريم كما نزل بلفظه. على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي بين الدفتين لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف كما نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله بنصه وهو نيف وستة آلاف آية كذلك نزل تفسيره على الرسول التفسير أيضا نزل التأويل أيضا نزل الآية الشريفة في الآيات الشريفة في سورة القيامة تقول إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه يعني كما أنزلنا عليك القرآن بألفاظه كذلك أنزلنا عليك البيان فلذا إحنا عدنا في حديث شريف يقول القرآن سبعة عشر ألف آية الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يشرح هذا الحديث كلمة الآية يعني علامة معجزة هذه ناقة الله لكم آية ناقة صالح آية العذاب اللي ينزل آية الآيات القرآنية أيضا آية زين لكن الآية ليست منحصرة بألفاظ القرآن هذه من آيات الله والا عصى موسى ايضا ايه من ايات الله. احياء الموتى باذن الله حينما كان يحيي عيسى هذه ايضا ايه من ايات الله. الاحاديث القدسيه التي كان يوحيها الله سبحانه وتعالى على الانبياء وعلى الرسول محمد صلى الله عليه واله، هذه ايضا ايات من ايات الله. لانها كلام الله، لكن ليست قرانا. يعني التوراة كلام الله لكنه ليس بقرآن الإنجيل كلام الله لكنه ليس بقرآن الأحاديث القدسية كلام الله لكنها ليست بقرآن زين ف ألف آية نزلت على الرسول الشيخ الصدوق شنو يقول يقول نيف وستة آلاف هي نص القرآن هذا القرآن اللي بأيدينا الآن هو كما نزل على رسول الله بلا زيادة ولا نقيصة ولا حرف واحد ولا حركه متغيرة فيه البقية دعش ألف ونيف هذه آيات تفسيرية يعني الله سبحانه وتعالى فسر القرآن لرسوله أو بيّن تأويل الآيات لرسوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. الله يعلم التاويل. ثم الله سبحانه وتعالى علم رسوله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. يعني الرسول واله عليه وعليهم الصلاه والسلام، الله علم الرسول والرسول علم عليا عليه السلام وكذلك سائر الائمه. الله علم رسوله التأويل فأنزل عليه التأويل وما كان الله لينزل قرآنا على رسوله في تأويل والرسول لا يعلم ذلك التأويل هذا ما إلى معنى فلماذا أنزل ذلك القرآن الذي فيه ذلك التأويل فلازم الرسول يكون عالم بذلك فالله سبحانه وتعالى أنزله عليه زين هذه الآية ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى هذا نص القران لكن التفسير النازل على الرسول فيه محدث هذا محدث مو نص القران لكن تفسير القران وليست قراءه البعض يقول هذه قراءه كلا وانما هذا تفسير زين الله سبحانه وتعالى يرسل الملك ليحدث الرسول او النبي أو المحدث. بالنسبة للرسول والنبي نقول هذا وحي من الله، بالنسبة إلى غير الرسول والنبي نقول هذا تحديث. يعني بالنسبة إلى مريم نقول حدثتها الملائكة، بالنسبة إلى فاطمة سلام الله عليها نقول حدثتها الملائكة. هذا تحديث، زين. كيف يعرف الرسول أو النبي أو المحدث بأن هذا الكلام كلام ملك وليس كلام غير ملك الجواب الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه المعرفة شلون أنا عندما أتكلم معك أنت أمامي وأنا أتكلم معك أنا أعلم بأن هذا كلامك مو خيال مو سحر مو توهمات مو منام اعلم بانه كلامك، حتى لو غمضت عيني ولا اراك، بس اعلم انه كلامك، لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل الانسان بكيفيه يتعرف على الاشخاص، يتعرف على اصواتهم، فيعرف ان هذا الكلام كلامهم، حتى اذا ما يشوفه، انت احيانا تسمع الاذاعه او تسمع صوت تعلم ان هذا صوت فلان، تميز هذا الصوت عن غيره، لان الله سبحانه وتعالى جعل لك وسيله المعرفه. زين اذا الله بالنسبه للانسان العادي جعل له وسيله المعرفه، بالنسبه الى انبياء لا يجعل وسيله المعرفه. بالنسبه الى رسل لا يجعل وسيله المعرفه، بالنسبه الى مريم وفاطمه وغيرهما عليهما الصلاه والسلام ما يجعل وسيله المعرفه، ليش يجعل وسيله المعرفه؟ فلذلك الرسول والنبي والمحدث يعلم بان هذا صوت الملك، يعلم الرسول او النبي ان هذا وحي من الله سبحانه وتعالى وليس القاء من الشيطان. هذا قسم من البحث، وان شاء الله القسم الاخر من البحث سنتركه الى حلقه قادمه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين.